المباراة الثالثة والأخيرة من المرحلة الافتتاحية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استقبل فيها الرائد الفتح في مباراة تابعة نور الجاموس. الأوضاع المتشابهة سمة مشتركة بين الرائد والفتح قبل لحظة الانطلاق، فالفريقان انتظرا الجولات الأخيرة لحسم بقائهما بين الكبار في الموسم الماضي. الفريقان فضلا المحافظة على معظم المحترفين في صفوفهما باستثناء صفقة برازيلية لرائد التحدي وكرواتية للنموذجي. الفتح لم ينتظر الكثير من الوقت للبدء بعمليات تهديده، ومهارة مراد باتنا كادت أن تمنحه الراحة المبكرة. المغربي بقي مصدر إزعاج لدفاعات الرائد التي منعته من نيل مراده في أكثر من مناسبة. بقوة حاضرة في منتصف الملعب. الإسباني ماشين لم يعجبه تراجع لاعبيه مطالبا إياهم بالتقدم لمناطق منافسه. المنافس الذي اقترب نواف بوشل من معاقبته لو استغل كرته هذه بالشكل المطلوب، وذات الحال ينطبق على محاولة كريستيان كويفا بعدها بدقائق. خطيرة جدا أمام المرمى كريستيان كويفا، كان ممكن. الرائد بقي محافظا على تركيزه دفاعيا رغم غيابه هجوميا، وحتى مع محاولة باتنا لمفاجأته بهذه المحاولة إلا أن الحارس أحمد الرحيلي كان حاضرا بذات يقظة زملائه من غابوا هجوميا طوال مجريات هذا الجزء. لكن مع أول حضور لهم جاء الأهم، رائد الغامدي، وبعد هجمة مرتدة أنهى الشوط الأول بتقدم فريقه. الفتح دخل الثاني بخيار الهجوم لا غير، وباتنا بقي حاملا لراية فريقه الهجومية بمحاولات جاءت بالخطورة دون هز للشباك، ومعها بدأت محاولات الرائد تظهر بصورة أفضل مما سبق معتمدا فيها على سلاح المرتدات. خلف الفريق جماهير الفتح بقيت متمسكة بأمال عودة فريقها، وأهازيجها وأمالها تلك كان علي الزقعان الأقرب لإنعاشها لولا تدخل أحمد الرحيلي ببراعة في البداية، ثم بوقوف العارضة في وجه كرة عثمان العثمان المفاجئة. نور الجاموس صدى الملاعب. خطيرة جدا. مبروك للرائد وهارد لك للفتح. وقول يا أبو سلطان. نعم مبروك للرائد. أنا أعتقد أنها المباراة هذه هي مباراة الفرص الضائعة خاصة من قبل الفتح، يمكن أضع 3-4 أهداف. الرائد فرصة مؤكدة استغلها رائد. نعم. رائد الغامدي رائد التحدي وسجل منها هدف، لكن أنا أقول أنه أتمنى أن لا يكون الفتح فتح كل موسم اللي يسيطر ويضيع الفرص من أمام المرمى. نعم أبو كريم. عجبني مراد باتنا أحد نجوم المباراة رغم أنه الفتح خسر اليوم، يعني رائد الغامدي سجل هدف جميل واستغل الفرص اللي أتيحت للفريق، ولكن الفتح كان عنده فرص كثيرة، ولكن إضاعة الفرص بهذه الكمية راح تأثر عليه في النهاية. طيب